طيب، في صورة لبيومي فؤاد أساتذة افتكرته؟ أنا عرفته. نعم، إيه؟ يعني تقدم بحياته، ولكن يعني في هيك وعكة صحية حتهاجمه الفترة الجاية. هو عدى في فترة. نعم. مش طيب مهنيا؟ تقدم حلو بحياته، يعني عنده اكتفاء ذاتي الفترة المقبلة. يعني طيب، أحمد أبو هشيمة. أحمد أبو هشيمة، الارتباط؟ الارتباط بمين؟ ما بعرف. لا، الفنجان كده وانت بتشرب دلوقتي حاسه ان انت تعرف حاجه. لا لا، ارتباط من شخصيه حتكون قريبه جدا، يعني حتى ممكن ما تكون شخصيه مصريه. هتبقى معروفه مشهوره يعني؟ يعني ممكن نوعا ما. طيب، محمد صلاح. يعني تقدم، يعني ممكن الفتره المقبله، اذا ترك، اذا بالنسبه لي على الخليج ما حيرجع، ممكن من ليفربول لباريس سان جيرمان متوقع له الفتره المقبله هيك شيء، بس انا على الخليج صعب. نعم. نجيب ساويرس. ما عندي اي شيء له، تقدم بعمله يعني. مش هيتجوز نجيب ساويرس؟ ما بعرف. طيب، انا عارفه ان نيلي كريم اول مين توقع لها وتنبأ بطلاقها. هلا غير نيلي كريم توقعت كثير، باسم ياخور متوقع بطلاقه طبعا. تمام. عارف. عارف. معتصم نهاري انا متوقع بطلاقه، هشام حداد مطباته الزوجيه انا توقعت له اياها، كلهم انا متوقع له. ثلاث مشاهير. عارفه، ولكن نيلي كريم قلت ان هي اتطلقت. اللي عايز اعرفه دلوقتي، هي ممكن تتجوز؟ نيلي كريم حترجع تتزوج الفتره الجايه. نعم. هتتجوز؟ نعم. رابع؟ هتتزوج. انا متوقع عليها ولعبان معها الشرط على فكره. انها حقيقي؟ نعم. يعني هي في علاقه حب دلوقتي؟ حب ما حب ما اعرف، ولكن انا بشوف نيلي كريم ب 2025 اوائل الشهر يعني حتعلن ارتباطها. هتبقى عروسه؟ يعني حتتزوج. انا بالنسبه لي. نعم. طيب، نيجي لو افتكرت حاجة دلوقتي برضو هرجع. نعم. أسألك، ولكن عايزة أروح شوية للسياسة عشان أنت كسرت الدنيا. والله أنا بخاف من السياسة، أقسم بالله. وأنا بخاف أكتر منك، ما بحبش أتكلم سياسة خالص. أنا ما بحب أحكي سياسة، ولكن التوقع. طيب، مش سياسة، مش عايزة، عايزة أتكلم، أبتدي من البراكين والزلازل والهزات الأرضية. حكيت كتير 2025 بالأصل حتكون سنة قاسية على الأمة كلها، يعني علينا كلنا. إزاي؟ بشكل عام يعني في مطب سنة 2025، ولكن الفترة المقبلة عندك كندا واستراليا مثلا، المغرب وامريكا، حيكون في عندهم يعني كثير سونامي الفتره المقبله. سوريا، تركيا، لبنان، زي اللي حصل زلازل، كزلازل اللي صارت، يعني هذا حيكون موجود ب 2025. اوكي. بس الفتره المقبله بتمنى هذا يعني هذا التوقع ما يكون صح. دوله خليجيه حصريا محل انظار غرق الفتره المقبله، يعني كامطار او ممكن ثلوج او ما بعرف، حيكون في غرق، يعني حتكون محل انظار. خليجيه يعني اماراتيه؟ امارات ممكن، او سعوديه وكويت ان شاء الله. ولكن حيكون هذا الشيء. طيب، شوي حيسوي رعب للناس. طيب، نيجي نتكلم عن المطارات برضو، عشان انت برضو المطارات لما قلت عليها كم كومنت برضو اثرت الجدل على السوشيال ميديا. وبنفس الوقت مطار لبنان ومطار سوريا. مطار لبنان ومطار سوريا محل انظار الفتره المقبله، لا تساليني شو، ما بعرف. محل انظار يعني الفتره المقبله، محل انظار تالق، محل ولا محل انظار عطل حيكون الفتره المقبله، يعني حيتوقفوا المطارين الى العمل لفتره. اوكي. طب ما انا جبنا اتكلمنا بنتكلم عن لبنان. نعم. رايحه لبنان على فين وجهه نظرك؟ انا مش شايف يعني بالنسبه لي لسه الحرب لبنان حتكون قاسيه الفتره المقبله على الشعب اللبناني، الله يفرج. اسيا ولا هتنتهي؟ لا لا، انتهاء لسه بكير بالنسبه لي، لسه شيء انا يعني شيء متوقعه وتوقعته ان شاء الله ما يتطبق. طبعا اول واحد لما حكيت حرب لبنان ما بلشت، ناس ضحكت علي كثير ناس، ورجعت لي انه بلشت، ويعني عنده مطب كبير لبنان وسوريا يعني والعراق واليمن، لا تنسي هذول اربع دول. الفتره المقبله عندهم مطب كثير، اغتيالات من شخصيات مهمه، سفراء الفتره المقبله من صاحبين السلطه، يعني هذا الشيء حيكون الفتره المقبله. سوريا ولبنان كمان. سوريا ولبنان والعراق واليمن. طيب، وايران، شخصيه ايرانيه الفتره المقبله. اسمعيني، شخصية إيرانية الفترة المقبلة حتكون محل نظار كمان، اغتيال. اغتيال. نعم. إيراني في إيران هيتم الاغتيال. طيب، بما أننا بس تكلمنا على لبنان، يعني هل ممكن تعاد حرب تموز؟ ما بعرف، أنا بشوف حرب أهلية الفترة الجاية إن شاء الله. هذا حرب أهلية؟ بس أهلية في الوقت اللي احنا فيه ده مش غريب شوية؟ ليش؟ شو الغريب؟ ليش لما حكيت الحرب ما بلشت ما ضل حدا ما ضحك علي، صح ولا؟ صح. يا رب هذا شيء ما... كل شيء يا رب بحكي، يا رب يا رب، كل شيء بحكي بتمنى يكون هوا. طبعا. بس عنده مطب بتمنى انه تخلص بخير وسلامه، مثل ما سوريا عنده طب كبير الفتره المقبله، شخصيات قويه حيكون محل انظار اختيار. اتكلمنا عن مطار سوريا ومطار لبنان. نعم. ايه تاني من مطارات الوطن العربي او مطارات العالم؟ ست الكل اسمعيني، الفتره المقبله احد مطارات
الدول المتقدمة ممكن كخليج أو ممكن كأوروبا محل بلبلة حيكون الفترة المقبلة. بلبلة يعني ما بعرف، ممكن حريق تفجير ممكن الفترة المقبلة ما بعرف. طيب هل في حد سياسي عربي ممكن يتعرض لاغتيال كانفجار أو فهمني مش قصف مش مكان. هو وقاعد في مكانه يحصل زي ما حصل في لك الفترة المقبلة رئيس دولة عربية محل انظار اغتيال رئيس دولة عربية؟ نعم. طب قول لي ثلاث بلاد. لا ما حاحكي، ما بصير. اذا حكيت حاجيب السيره، بس انا بشوف هيك يعني بتمنى ما بتمنى انه ما يصير هذا الشيء. يعني انا ما شوفي انا ما بحب حدا يخاف مني يعني، بس صار لي هيك، صار لي مرتين عم بطلع بلشت الناس تخاف مني.